نعم. شخص أوصى شخص بأن يحج عنه وهو قادر، فهل يجوز؟ فريضة أو نافلة؟ فريضة. نعم، إذا وكل شخص آخر أن يحج عنه وهي فريضة والموكل قادر فإنه لا يصح ولا يجزئه عن فريضة الإسلام، والواجب على من كان قادرا أن يحج بنفسه، ومن كان عاجزا فإن كان عجزه لا يرجى زواله كالكبير والمريض بمرض لا يرجى برؤه فحينئذ يوكل، وإن كان عجزا طارئا كمرض طارئ فإنه ينتظر حتى يزول هذا المرض ويؤدي الحج بنفسه. نعم.